سندريلا وردة بيضاء، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. تصفحين عمن زل، تعذرين من أساء. هذه أنت سندريلا وردة بيضاء. كلما قست الأيام زدت إيمانا ونقى، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. عندما تعطي الأيام تعطينا وبسخاء، تنسينا كل الآلام، تملأنا بالأحلام، تمسح عنا الأوهام. أنت وردة سندريلا، وردة بيضاء، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. أسرعي، هل سأنتظر طويلا حتى تقدمي الطعام لي؟ ألا تعلمين أن الانزعاج يضر بشرة وجهي الجميلة؟ آسفة، الانتظار يجعلني عصبية، لذلك آكل كثيرا وأسمن بسرعة. ولكنك عصبية دائما. ما الذي تعنينه؟ كلامي واضح جدا. إذا لم تأكل الآن فسوف يبرد الطعام. ها؟ هذا يكفي، ضقت ذرعا بسماع شجاركما المتواصل. ابدأ الأكل حالا. حسنا يا أمي. هذا جيد. هل أستطيع الذهاب؟ انتظري يا سندريلا، أريد أن أعرف إلى أين تذهبين الآن. مثل العادة يا خالتي، أذهب إلى المطبخ لأتناول الطعام. ماذا تقولين؟ هل نسيت ما وعدتني به مساء البارحة؟ ها؟ نسيت فتاة طائشة. سأذكرك، وعدت أمي بالبحث عن تابع النبيل شار لكي تدعيه إلى منزلنا على الغداء اليوم. أنا لم أعدها بهذا. لا تتهربي من الموضوع يا سندريلا، لن تأكلي شيئا حتى تجديه، وإذا لم تجديه فلا تعودي إلى هنا أبدا، هل هذا مفهوم؟ ولكنني لا أعرف اسمه. اذهبي. منذ أن التقيت ذلك الشاب والمصائب تنهال علي، ماذا أفعل؟ دعيني أساعدك. شكراً، فهي ليست ثقيلة. كيف وصلت إلى هنا؟ هل ذلك الشاب هو تابع للنبيل حقاً؟ لكن ما اسمه؟ آسفة. أنا جائعة، لكن علي إيجاد الشاب أولا وإلا لن أعود إلى البيت. سندريلا، لقد أتينا لمساعدتك. أحضرنا طعاما. إنه ليس بكثير، لكن هذا ما استطعنا أخذه. نحن لا نستطيع أن نأكل من دونك. سنأكل أولا ثم نبحث عن ذلك الشاب. أنقذتموني. حسناً، هيا لنأكل، فعلينا ألا نضيع الوقت. هذه لك يا بيلوس. ونحن أيضاً، ونحن أيضاً. حان وقت البحث عن الشاب، هيا يا أصدقاء. ها، إنه هو، عرفته من ثيابه.
ما بك أيتها الفتاة؟ انظري جيدا أمامك، انتبهي أكثر. آسفة يا سيدي، ما أغباني. بيلوس، ماذا نفعل؟ بحثنا في المدينة كلها دون فائدة. إن لم أجده قبل الظاهرة فلن أستطيع العودة إلى البيت. يا لهذه المصيبة، ربما قال الحقيقة عندما أخبرني أنه يسكن القصر. آسف يا أنستي، ليس هناك مثل هذا الشاب في القصر. هناك تابع للنبيل شعر حقا، لكن شكله لا يطابق وصفك. اسمه أليكس، شعره أشقر وليس بني اللون. إنه ليس هو. كيف اعتقدت أنه يقول الحقيقة؟ كلامه كله كذب بكذب. لدي شعور بأن شاباً لطيفاً سيأتي إلينا ويخلصنا من هذا المأزق. كم أتمنى هذا. تخيلي لو أن النبيل شار بنفسه يأتي الآن وينقذك. هذا الأمر لا يهمني، أنا لا أفكر في النبلاء، أفكر فقط في مجيء شاب شجاع ينقذني من هذه المشكلة. يجلس أمامي ويقول: ساندريلا، آنستي ساندريلا، قوتي وسلاحي تحت تصرفك. وأنا أجيبه: أنا فخورة بك كثيرا يا سيدي، أنا أتمنى أن أكون زوجة مخلصة لك. يا إلهي، كم هذا رائع وجميل. كلامك هو الرائع والجميل. ما الذي تفعله هنا؟ جئت لآخذ قسطا من الراحة، لكنك أتيت وعكرت علي هدوئي بكلامك وصراخك أيتها الآنسة. كان عليك أن تنبهني على وجودك في هذا المكان، إن عادة التجسس على الناس سيئة للغاية. أرجو المعذرة، لكن أريد أن أسألك، هل كنت تبحثين عني قبل أن تأتي إلى هنا؟ وكيف عرفت أنني كنت أبحث عنك؟ أظن أنك ذهبت إلى القلعة لهذا السبب. صحيح، واكتشفت أنك كذبت علي، فتابع النبيل أشقر الشعر ولا يشبهك. الحارس الذي سألته لا يعرفني. كذبة جديدة. آسفة لجرأتي، لكن كل ما تقوله لي كذب بكذب. أمي، هل سنقوم بتحضير كل شيء بأنفسنا؟ وهل ستنجح سندريلا في دعوة تابع النبيل على الغداء؟ بالطبع، فهي تعرف ما الذي ينتظرها إذا لم تحضره معها. كان عليها أن تحضر الطاولة والطعام قبل ذهابها. هذا صحيح. لا تقلقا، المفاجأة التي تنتظرها في المطبخ ستكون عقابا قاسيا لها وستجعلنا نضحك منها طويلا. إلى أين تأخذني؟ دعني. أريد أن أتحدث إليك بهدوء لأشرح موقفي. لا أريد. حسناً، أنا أعرف أنك فتاة صادقة ولا تحبين الكذب على الإطلاق. نعم، أنا لا أكذب ولا أحب الكذابين. وأنا مثلك، ولكن أحياناً قد يضطر المرء إلى الكذب ليخفي سراً يسعى من خلاله إلى أمر نبيل. غير مقنع، والكذب يبقى كذباً فقط مهما كانت الغاية التي تسعى إليها. ألا يمكنك التساهل في هذا الأمر يا آنستي؟ هل تريدني أن أغير مبدأي في الحياة وأصبح كذبة مثلك؟ ليتني أستطيع أن أكون صادقاً. لنغير موضوعنا. تريد الهرب من الحقيقة؟ لكن هذا يسيء إلى رجولتك، أنت جبان ولا تستطيع المواجهة، لذا أنا لا أحب التحدث معك. الوداع. لحظة، انتظري قليلا. لقد أضاعته للمرة الثانية بعد أن تعبت في البحث عنه. ساندريلا، أرجوك فكري قليلا، فأنت لا تستطيعين الذهاب هكذا. ولم لا؟
كنت أعتقد أنه شاب طيب، لكنه لا يزال يكذب علي كما رأيت، والكذب عادة سيئة جدا. ها؟ لكن هل نسيت يا ساندريلا أنك إذا لم تحضري تابع النبيل معك فإن خالتك لن تدخلك إلى البيت؟ نعم لقد نسيت ذلك، كنت غاضبة منه لدرجة أنني نسيت. ماذا علي أن أفعل؟ سوف نبحث عنه ثانية، لا تقلقي. يا للمسكينة، الأمور تتعقد أكثر فأكثر ولا أدري كيف ستنتهي. ماذا سأفعل؟ بحثت عنه في كل مكان ولم أعثر عليه، أين ذهب؟ بالتأكيد لن أعثر عليه قبل الظهيرة. عليك التحلي بالصبر أكثر يا صغيرتي. ها إنه هو. هاي من أنت؟ هيا اذهب من هنا، هيا. ولماذا؟ هل فعلت شيئا سيئا؟ ماذا سأقول؟ لقد بحثت عنك في كل مكان حتى وجدتك، كنت أتمنى ألا أراك ثانية لكنني مجبرة على اصطحابك إلى المنزل. هيا بنا، فخالتي تنتظر عودتي على أحر من الجم. أعتقد أن مشكلتها في طريقها إلى الحل. آه لقد نسيت، الأطفال ينتظرونني في حصة الرسم، فلأسرع. أنا لا يهمني ما إذا كنت صادقا في كلامك أو لا، كل ما أريده منك هو أن تجيب خالتي وكاثرين وجانيت عما يريدن سماعه عن الأشياء التي تخص النبيل. ما بك أيها الشاب؟ هل تعبت؟ رجلي تؤلمني كثيرا، لا أريد الذهاب معك إلى منزل خالتك. ما الذي تقوله؟ هل تريد إيقاعي في مشكلة جديدة؟ هيا هيا أيها الشاب، لقد تأخرت. أهلا وسهلا يا سيدي، أرحب بك في مسكني المتواضع. ما بك؟ بعض المشاكل في معدتي. هل يمكنني الانصراف الآن؟ حاولنا تحضير كل شيء تقريبا في غيابك، ولكن العمل على ما يبدو لا ينتهي أبدا. اذهبي إلى المطبخ لتنهي تحضير الغداء، هذا إذا استطعت تحضيره. هيا تفضل، نحن ننتظرك منذ مدة طويلة. شكرا شكرا، ولكن سنتناول الطعام في الحديقة إذا لم يكن لديك مانع. افعل ما يقولنا. أنت تابع النبيل أليس كذلك؟ طبعا يا سيدتي. سمعت أنك والنبيل شارل صديقان، هل هذا صحيح يا سيدي؟ نعم صحيح. حتى إنه أهداني حصانين منذ عامين. حصانين؟ حصانين منذ عامين؟ ماذا تعني بقولك؟ أرجو ألا يكذب. سأشرح لك، أردت القول النبيل شارل يحب ركوب الخيل كثيرا. حديثك ممتع جدا. النبيل يحب الفروسية. يحب الفروسية؟ نعم. لا تقفي هكذا، اذهبي وحضري الطعام. أسرعي، فالحديث عن رياضة الفروسية يفتح الشهية. نعم سأذهب. أنا قلقة، كيف ستسير الأمور؟ لا تهتمي، بل فكري فيما يحضرنه لك من مفاجآت. ألم أخبرك بأن السيدة سوف تحضر حصانا بهدف إرهابك وتخويفك؟ نعم هذا صحيح، لكن هل ما زال محبوسا في الحمام أيها الأصدقاء؟ ماذا كنت سأفعل لو كنت وحدي هنا؟ أخبرني، ما هي الصفات التي يحبها النبيل في المرأة التي سيتزوجها؟ لم أسأله عن هذا الأمر. يبدو أن ضيفنا مصاب بالسعال، أتمنى لك الشفاء بسرعة.
تابعة طرح الأسئلة. يا سيدي قل لي، أي الحيوانات يفضل النبيل، العصافير أم القطط؟ النبيل يحب ال... فهمت، إنه يحب الخيل. هيا لها من مصادفة غريبة، نحن أيضا نحبها. وما طبقه المفضل، الدجاج أم اليخنة؟ رائع، الطبق المفضل للنبيل هو ال... ما اسم هذا الطبق الذي أشار إليه؟ لا أعلم، ربما يكون طبقا إسبانيا أو إيطاليا أو محليا. معدتي! ما الأمر يا سيدي؟ هل أنت مصابا بوعكة صحية؟ وداعا! كم أحب أن أعرف الآن ماذا حصل مع صغيرة سندريلا. لا تتحرك بحركة أليسا! ليتني أستطيع الذهاب إليها. من أدخل الحصان إلى المطبخ يا أمي؟ أين سندريلا؟ كنت أظن أنها ستخاف منه وتصرخ هاربة. أعذريني، لكن ماذا تفعلين هنا؟ الجزرة الجميلة، الحصان يحب الجزر. هيا اركضي بها. لكن لماذا؟ علينا أن نجد سندريلا، فهي في خطر الآن. تصرفت بتلك الطريقة الغريبة كي أتخلص من تلك السيدة وابنتيها. أنا آسف. في هذه المرة أنت من صدمني. بما أننا التقينا مرتين مصادفة، فعلينا أن نتعارف يا آنسة. لا داعي لهذا. مسكينة، تعيش مع خالتها والفتيات حياة صعبة. النجدة! النجدة! أنجدوني! لماذا تركضين هكذا؟ انظر وراءك وستجد الإجابة. انتبه! لابد أن ما يحدث الآن هو من فعل الفتيات. هل أصابك مكروه؟ لا. هكذا إذن لم يحتمل الشاب الاستمرار في الحديث مع دالبان وابنتيها، لذلك فضل الذهاب. أشكرك على مساعدتي وأسفة لأنني أخذتك على الرغم منك إلى المنزل. تريدين معرفة سبب ذهابي؟ لم أرد أن أكذب. هل قررت أن تصبح صادقاً؟ نعم،
لقد اقتنعت برأيك، فالكذب عادة سيئة لا يمكن قبوله مهما كان الهدف. من اليوم فصاعدا لن ألجأ إلى الكذب أبدا، سأكون صادقا. اسمعي، اسمي هو شارل. اسم جميل. لكن اسمك هو اسم النبيل شارل نفسه. أهي الحقيقة أم أنك تكذب؟ إن كنت لا تقول الحقيقة فلن أتكلم معك بعد اليوم أبداً. لا، أنا واثق من كلامي. أما أنا فسوف أدعوك دائماً بشارل الكذاب، ما رأيك؟ إلى اللقاء يا شارل الكذاب. ألا تريد أن تعرف من أنا؟ أنا فتاة تحب الصدق، الصدق، فهمت؟ الوداع. إنها فتاة لطيفة، ولكن لماذا تعلقين الجزارة بثوبك؟ تمسح عنا الأوهام. أنت وردة سندريلا.